يا حوكه، الا ما في ماتش ولا حته اوروبا يعني عشان ملزقنا كده جنب بعض. ايه الحكايه يا عم؟ حته اوروبا ده انت يجيلك جلطه، ده انت اخرج قناه التت وهم دقيقتين ونص وبتفرفر. هدي اعضائك كده بدل مسحلك وكله عند الحكومه. ايه الرصه دي يا حوكه؟ الست يونا ابو صلاح هتطلع في التلفزيون عاملين فيلم عن قصه حياتها وانجازاتها الفنيه. طب هات ده. وهم بيلعبوا. يا ابني هو سلطان استحلى قعدته ولا ما كانوش ليلتين على البورش؟ لا اصل بيقول لك طلعت الساحل كانت شديده عليه، خدها عمر رايح جاي. خليه يجرب ما جايب مراته، لما هتغرقه وتغرقني. سلام عليكم يا رجاله. الصلاه على الصلاه يا نجمه مصر. ازيك يا سلوحه؟ عسل. اقعدي على مجيلي. الله، وانت رايح فين؟ 5 وهجيلي. ما تتاخرش. ريحة الغالية. ريحتها يا اخويا. قولي الفيلم ابتدى؟ يا ولية اهدي شوية، مش لسه في اعلانات. الف مبروك يا ست يونيا. تشكر تشكروا يا رجالة. واد يا حوكة نزل طعم الشربات للرجالة، وبعد ما الفيلم يخلص هرقص لكم بلوش للصاب. اهو الفيلم بدأ اهو. ايوه. ذكريات الزمن السحيق. حلاوة. حديثنا لن يكون عن راقصات الزمن الجميل أو فاتنات الزمن الحالي، بس سنلقي الضوء على ما اختبأ بين جنابات حواري وأزقة القاهرة من نساء يائسات. حلمنا بالشهرة وجمع المال لسنوات عجاف من التخبط والانحلال، حتى انتهى بهن الأمر إلى ما يسميه متعهدي الحفلات والأفراح راقصات الدرجة الثالثة. علمنا أنها كانت تعيش سنوات على مساعدات جيرانها، والبعض أسرى إلينا بأنها حضرتك يا شيخ اكتم ياه نظير وجبة غداء اللحم أو حتى روحتي يا نبيل. بلا بلا بلا. مش ده كان كلامك ولا انتي نسيتي؟ لا ما نسيتش. مش مهم انا كنت بقول ايه، يمكن ما كنتش لاقي حد غير رايي عشانه. ولقيتيه في بوخاريست مش كده؟ انتي جايالي ليه؟ عشان ما عندكيش ثقه في حبه ليكي، وما عندكيش ثقة في نفسك، وخايفة، وإحساسك بالخوف ده أنا مش مسؤولة عنه، ومش هقدر أطمنك من ناحيتي. يعني أنت ممكن تاخديه مني؟ لو عجبني هاخده منك ومن الدنيا كلها، ومحدش هيقدر يمنعني، وانتي عارفه كده كويس. هقول لك على حاجه عشان تريحي نفسك بيها. استني لما اشوف انا عايزه ايه. جريه ولا في ايه؟ من امتى وزعل بيمد معانا؟ واحنا شفنا قليل ولا ايه؟ كتير شفنا كتير يا اخويا،
شفته في دنيتي كلها كوم، شفته في القهوة النهاردة كوم. ليه؟ حصل ايه يعني؟ نصاب وادالك فوق دماغك، ويا ما دقت على الراس طبول، شفتي ايه تاني يعني؟ شفتي نفسي عريانة يا سيد، شفت نفسي عريانة كده. المخرج قال كلمة الحق، رقصت الصحون وعايشة على حسدة ولاد الأصول اللي زيك، بتحرك جدتها اللي خدها تجلب تحدي ودها، بنتي ده حلوين سمروها علشان ما حد راح، يما تتحوج قوي ترمي نفسها في جدة أي حد يعدي عليها. مش عايز أسمع كلمة زيادة. طب على الحرام، انت عندك مره في المصريه كلها، ومفيش كلب من اللي انت عامله حسابه في يستاهل دمعه منك. يا ولية مفيش حد فينا بيدخل الدنيا دي ويطلع منها نضيف، احنا بس اللي بنعيب في الناس التانيين عشان نطلعهم مسخين فنعرف ننام. يا سيد، طول عمري موكوسه، طول عمري موكوسه يا اخويا، أهو يا حرف عالمي من كتر خرفة البدن ولا لسه مبطنة. لو جابت بنت عيو كيسة جنبها كانت البلد لسه خارجة من تاكسي. أو سباني يونيا يا أخويا، سباني يونيا. يعني إيه؟ يعني أنت من 67؟ أمال إيه ولية خريف 73 ده؟ قلت يا أخويا اتلزق بالنص بدل الدكسة، يمكن حريت عدل هكذا تريني موكوسة، موكوسة يا أخويا، وماليش ظهري يسندني، ماليش ظهر. مالكيش ظهر؟ ليه؟ ساكنة في كومباوند؟ طب على الحرام اللي هجيبلك حقي، وهتدلعي دلع ما تدلعتوش مع بوت الجماهير في زمانها. انت فين يا صلاح؟ بقالة اترمي وسط المحابيس والسرسجية. طب حسك عينك انا بنت تدخلي في اي حاجة تانية، لان عليها الطلاق بالتلاتة. بس بقى جرى ايه مالك؟ ما انا قلت لك اتسحرنا مع المأمور في مأمورية، وايه عايز نعمل لك ايه يعني؟ بدل ما تشكرني اشكرك؟ طب ده انا كنت ناويلك على نية. بس بقى بقول لك مخنوق يا اخي. يا ده نبيل، مخنوق ايه مالك؟ مخنوق من ساعة اللي حصل ليوني. الله عندك حق. وهي عاملة ايه؟ لسه قافلة لنفسها وما بتقابلش حد؟ تفتحش الباب لأي حد. استغفر الله العظيم يا رب. بس العيب مش عليها، العيب على الحمار اللي أنا سبت له القهوة. كان المفروض أول ما الحكاية دي حصلت يقفل التلفزيون ويمشي الزبائن. أنت عملتي إيه بالظبط للراجل؟ إيه اللي حصل؟ هو اشتكى من حاجة؟ اشتكى. وبعت لك دي ايه؟ مش عاجباكي ولا ايه؟ لا بالعكس. خلصتي مصلحتك من ورا؟ وشكله اتبسط قوي كمان. خالصين يعني؟ من ايه بالظبط؟ مش هو ده كان التمن ان انا وصلت له زي ما قلت لي؟ بس انا قلت لك كمان ان كل حاجه بزنس، يعني كل ما تستثمري في نفسك أكتر كل ما تكسبي أكتر. طب لو قلتلك إن أنا مش عايزة أكتر؟ تبقي بتكدبي. ومش عليا أنا يا إيه، أنتي حابة اللعبة بس بتعملي رياكشن يناسب اللي حصل. متضايقة وكده أوكي، بس أول ما تروقي وتفكري كويس هتكتشفي إن أنتي اللي عايزة تكملي، وبسرعة قوي كمان. وده مني انا ايه؟ امسكي. عشان يعني ما تعتبريش ان اللي حصل ده كان تمن لحاجه انت اخدتيها. انا عارفه كويس ان طموحك اكبر بكتير من مجرد مذيعه صغيره، واللي مستنيكي اكبر، وما يفصلكيش عنه اي حاجه غير ان انت تمدي ايدك
وتاخدي. بقالي كام يوم عمال